الحذف في الباينري سيرش. طبعا عملية الحذف في لها أساسيات وإلها حالات كثيرة. طبعا راح نناقش جميع الحالات اللي بتمر فيها الباينري سيرش تري. أول حالة بتكون إنه إحنا لما بدنا نيجي إذا كانت عملية الحذف للنود كانت في الليف نود طبعا، وهاي بتكون أسهل الحالات. يعني ببساطة مثلا بدنا نحذف السالب 4 خلاص نحذفها، ما في أي مشاكل راح تكون، بتتم عملية الحذف وانتهينا، يعني ما راح يكون في عنا أي مشكلة. تمام؟ كيف طبعا بتنحذف؟ إنه بتصير مثلا الاثنين اللي هي على الليفت أوكي إيش بتأشر على نال، بتصير إيش يعني نال؟ يعني ما في إشي تحتيها، بس هاي ببساطة. الحالة الثانية إنه أنا بدي أجي أحذف نود بس إلها one child، إلها one child يعني تحتيها في نود واحدة أو child واحد، فبحكي لنا بهاي الحالة إيش اللي راح يصير؟ إنه راح يصير في عنا shift لفوق، راح نرفع مين؟ راح يصير child هذا عبارة عن parent، يعني هو يجي مكان parent. يعني على سبيل المثال إحنا بدنا نحذف هاي رقم 18 في child واحد، يعني في طرف واحد يا أيمن أو أيسر، ببساطة رح نكمل التوصيل معاها، يعني كأنه 21 إجت مكان 18 وبس، فرح تصير التري بهاي الشكل. يعني كمان هاي موضوعها كتير رح يكون سهل. طيب هلأ الحالة الثانية وهي شوي معقدة أكثر، إنه أنا لما يكون في عندي two children، يعني عندي النود اللي أنا بدي أفرح بدي أحذفها عندها تفرعين، زي الـ 12 عندها تفرعين، طب مين اللي رح يجي مكان الـ 12؟ مين رح يصير الـ parent؟ بيحكي لنا بهاي الحالة إيش اللي راح يصير بالضبط؟ راح يصير كالتالي، بيحكي لنا بهاي الحالة إنه في عندي replace in order successor node، يعني إحنا بدنا نزور بطريقة ال in order. كيف يعني in order؟ يعني على سبيل المثال إحنا ال in order، إيش ال in order إحنا حكينا عنه؟ إنه أنا بزور left، بعدين بزور root، بعدين right، root، بعدين إيش right صح؟ هاي هي. فأنا مثلا هون بالوضع الطبيعي لو إجيت بدي أزورها، أنا فعليا بدي أزور التسعة أوكي، وبعدين الـ in order الـ 12، بعدين بدي أجي أزور هون اللي هي الـ 19، بعدين الـ 21، بعدين الـ 25 صح؟ طبعا مين الروت عندي هون 12 وهي 21 تمام؟ هاي إيش؟ أول إشي بعمل زيارة بطريقة الـ in order أوكي؟ طيب بعدين ايش اللي بده يصير هلا؟ انه احنا بدنا نحذف في 12، مين اللي بيجي بعد ال 12؟ مين عندي 19 اوكي، فهو 19 اللي بده يصير مكان ال 12 الروت، فعشان هيك صارت الروت عندنا بهذه الطريقه، يعني خلينا التسعة ورفعنا ال 19 هذه اوكي مكانها، وبعدين ال 21 وال 25 ضلت في مكانها اوكي. هاي هي الفكره تمام. طبعا في كمان شغله لازم انه انا اتاكد فيها، انه انا المخير قدامي صح ال 19 هذه راح اعوضها، لازم اتاكد انه هي تكون اقل ايش، اقل شيء موجود، اقل رقم عندي موجود وين؟ بالرايت، زي ما هو قايل هون فايند مينيمم ان ذا رايت اوكي. طبعا مين الاقل واحد كمان عندي؟ ال 19، عشان هيك تم تعويضها اوكي. طبعا هون حاطين لك بس انه يوتيوب الخوارزمية اللي بتحكي عن الحذف. هلا زي ما احنا حكينا انه انا مثلا في عندي A مثلا وهي A B وهي C مثلا، خليني افترض انه هون left مثلا D وهون جاي على الرايت مثلا E تمام. بحكي لي اذا هو كان leaf node وعلى left side، يعني leaf وعلى left هون، وبدنا نحذفه اوكي بسهولة بنحذفه وبنخليه بس يأشر على النال، واذا كان leaf node على الرايت زي الE هنا اوكي بس بسهوله رح ينحذف، وحتى مكتوب هون simply delete and null pointer، يعني السي بتصير تاشر على ولا اشي وانتهينا. لكن في حال انه انا بدي احذف كان له one child، one child زي ال LP مثلا هون، نفترض انه الدي لسه موجوده تمام، بدي احذف مثلا البي وعندها one child يعني عندها تفرع واحد تمام، شو اللي بصير؟ بصير انه البونتر المؤشر بيأشر على البيرنت تاع ال child، يعني معنى آخر كأنه هاي البين حذفت تمام، يعني خلاص انحذفت، والال بونتر صار على child تاعها بأشر تمام. الموضوع الثاني إنه هو إذا كان في عندي two children، يعني مثلا نفترض إنه صار في عندي C مثلا هنا F أوكي، ونفترض إنه عندها E هون، بدي أحذف واحدة منهم، بدي أحذف مثلا C
تمام؟ إذا أنا بدي أحذف السي إيش الإجراء؟ طب أنا عندي two child هون، two child شو بيحكينا؟ لازم نعمل replace، يعني لازم واحدة منهم تطلع فوق. طيب بناء على إيش؟ بناء على هون بيحكينا the node beginning delete either by a right most of left tree or left most node of its right subtree. يعني هي الفكرة إنه في عندك طريقين، يعني انه رح تعتمد الليفت او الرايت، لكن احنا بالاحرى يعني باغلب الاوقات بنعتمد الرايت وبنختار اصغر قيمه فيها او اول. يعني هون مثلا ما في عندي غير الاي، فممكن نرفع الاي مكانها، يعني هون ممكن انه السي نحذفها ومين نعوض مكانها؟ الاي. تمام، هي بالعاده احنا بنشتغل بناخذ بنروح على الليفت رايت موست، يعني على اقصى اليمين. اوكي، هاي ببساطه كيف بتتبرمج كود. طبعا زي ما حكينا برجع بعيد، السي هي نفس السي بلس بلس، يعني ما في اختلاف بين اللغتين. اوكي، هي اشياء بسيطه جدا جدا جدا. اوكي، بس بالكوماند بالاوامر. هلا في اشي احنا عرفناه اسمه نود. اوكي، ايش الفكره من النود؟ انه انا ببني بالذاكره نوع جديد من البيانات. اوكي، هون عندي داتا، هاي الداتا بتكون نوعها انتجر، وبربطها باشي اسمه بونتر اللي هو الليفت، بيأشر على الليفت، وفي بونتر هون بيأشر على مين؟ على الرايت. تمام، طبعا في عندي هون فانكشن اسمه فايند مينيمم. هذا فايند مينيمم راح استخدمه لما بدي احذف اشي بالتري له تو تشايلد. اوكي، طيب خلينا نشوف الكود اللي بعده. هلا الديليت شو اللي راح يصير؟ الديليت اذا الروت اللي انا بدي احذفه يعني فاضي، إذا التري فاضي خلص رجع الروت وانتهينا. إذا مش فاضي، طب القيمة اللي أنا بدي أدور عليها إذا موجودة على الليفت ارجع اعمل ريكيرجن للديليت، إذا موجودة أو إذا هي مش موجودة على الليفت روح دور عليها في الرايت وارجع ناديها الديليت. فهون قاعد بدي أدور على القيمة. تمام، بالحالة الأولى إذا هي كانت موجودة فعليا على الليفت وما عندها تشايلد، أوكي خلاص رح نحذف الروت ونرجع نان، تمت العملية بنجاح وانتهينا. الحالة الثانية إنه يكون one child، طبعا هون إذا بنلاحظ شيك قال if left إنه الروت هاي القيمة، يعني أنا مثلا أنا واصلة عند نود، أوكي بشيك هل الليفت بساوي نال والرايت نال، لأنه أنا لما مثلا بحكي A وبحكي B مثلا بدي أحذف ال B، ما هي اليمين واليسار فاضيات، فعشان هيك حكى الليفت نال والرايت نال. تمام، فهاي هي. إذا عندي one child إيش اللي رح يصير؟ رح أخزن هاي القيمة مبدئياً بتم. تمام؟ رح أروح أجيب الرايت وأحذف التم. يعني كيف هاي الآلي رح تصير؟ إذا عنده one child زي ما إحنا حكينا مثلاً هاي B، وعنده one child اللي هي C. تمام؟ وأنا بدي أحذف ال B، فأنا بروح على الذاكرة، أوكي هاي تم، بخزن فيها الروت. مين الروت اللي عندي؟ اللي هي B اللي أنا بدي أحذفها. تمام، بعدين مين بصير الروت؟ الرايت. يعني افترض انه احنا نشتغل على اليمين، اوكي اللي هو الروت رح ياخذ الرايت. اوكي، يعني هاي تيم الروت رح يصير مين عندي هون؟ السي. اوكي، هون في حال اذا كان الليفت نال، طب احنا عندنا الليفت مش نال رح يجي لهون الليفت عندي، هل الليفت تساوي النال؟ نعم، لا الليفت هاي الليفت وهاي الرايت. طيب الرايت بيساوي نال، نعم، معناته الروت اخذ العكس، شايف اخذ العكس اللي هو الليفت، يعني يصير الروت هو السي، يعني وكانه مين صار هون الروت اللي هي السي، خزنها هون. بعدين احذف التم، مين التم اللي هي بي. تمام، هون هاي الاف والالس بتشيك، طب وين هو الروت موجود؟ اذا ليفت نال معناته تشايلد مش على اليسار، وإذا الرايت نال يعني ما في عنده رايت، معناته التشايلد رح يكون هون عندي على اليسار، بس هون بشيك عليه. تمام، طيب الحالة الثالثة إنه يكون عنده تو تشايلد. تمام، يعني تو تشايلد عندي A مثلا وB وC، وأنا بدي أحذف A، بس A إلها تو تشايلد، رح نروح نلاقي مين المينيمم على الرايت. إحنا دائما بنفترض إنه على اليمين، مين اليمين؟ عندي مثلا C، شو بيعمل؟ حط لي هاي الداتا، يعني لاقي لي الرايت المينيمم، حط لي اياه بتم، يعني عرفت بالذاكرة اشي اسمه تم وحطيت اللي على اليمين اللي هو السي. بعدين السي جيب الداتا تاعتها هاي وخليها الروت، يعني وكأني بحكي له معليش انت بطلت تصير الروت، مين الروت صار؟ سي. تمام، فبعديها بعديها ايش اللي راح يصير؟ delete root write tim data.
اوكي بعدين راح يصير في عندي حذف للإشي الموجود على اليمين، يعني وكأنه حذف هذا اللي موجود عندي على اليمين. بس هاي هي ببساطة هيك آليتها، تمام؟ فهاي هي طبعا هذا الفانكشن الموجود هون يعادل الإشي الموجود فوق، بس هاي هون هذا الكود هون مش شارح يعني كل اللي حكيناه بطريقة سهلة وبسيطة.